خدميا أشرف النائب عن حزب السيادة طه المجمعي على وصول الوجبة الثانية من خطوط نقل مياه الصرف الصحي إلى مشروع مجاري غرب عقوبة في محافظة ديالى. وأكد المجمعي في تصريحه لقناة الفلوجة استمرار الدعم للجهة المنفذة لذلك المشروع المتوقف منذ أكثر من 18 عاما والذي يخدم أكثر من 100,000 نسمة في معقوبة ويغطي أكثر من 10 مناطق سكنية. تم وصول الوجبة الثانية من الأنابيب بالصرف الصحي لهذه المناطق، وإن شاء الله العملية مستمرة إلى أن تكمل نقل الأنابيب بالكامل في هذه المناطق. أيضا العمل مو بس بهاي المنطقة، أكو حاليا هو الحفر مستمر في محطات الصرف الصحي. واجهنا مياه جوفية، حاليا الشركة عملت في كل محطة تقريبا 13 بئر لتنشيف المياه الجوفية في المنطقة من أجل العمل. حاليا احنا مستمرين بالعمل ومتابعة كاملة من قبلنا على هذا المشروع لإنجاحه في هذه المناطق المنكوبة طيلة الفترة 22 سنة. حاليا احنا مباشرين بتجهيز أنابيب الخطوط الناقلة لشبكة مياه الأمطار اللي هي بقطر 1400 مليم، وباشرنا أيضا بحفر المحطات مواقع المحطات الرفع اللي استلمناها حاليا من قبل الدوائر المعتمدة، وإن شاء الله وتيرة العمل راح ترتفع بالأيام القادمة.